ولا أنصح أن أحيانا بعض المفسرين تجد يعني كل يعرف ولا ما يعرف يتكلم، ويتكلم بكلام يعني ما أنزل الله به من سلطان، وهذا ليس من الحكمة في شيء، لأن هناك أسلوب قرآني. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجلين ماذا قال لهم؟ يعني أرشدهم، قال أما أحدكما فيفعل كذا كذا، وأما الآخر فيفعل كذا. لماذا لم يسميهم؟ حكمة وموعظة، ويعرف كيف يتكلم. أما بعض الناس يعني تجد يتكلم بحق أو بباطل، وهذا غلط، ليس من الحكمة في شيء. وبعض الناس يستهوي هذا الأسلوب، أنه يريد الإنسان مثل ما نقول إحنا يعطيه بوجهه، هذا غلط. ليس ربما تسمع كلمة من إنسان